من يوم ما لميتها من الشارع ودخلتها عندنا البيت وهي سبب كل البلاوي. طلقها طلقها يا ايمن، طلقها يا حبيبي وارميها في الشارع اللي انت جبتها منه. طلقها يا ايمن. ماما اهدي شويه، وكل اللي انت عايزاه هيتعمل، بس اهدي شويه. اهدي قسما بالله العظيم ثلاثه، لو ما طلقت الكلبه دي ورميتها في الشارع لكم مبلغه عنها وخلاهم يحبسوها. هحبسها لك يا ايمن، هحبسها. بس بس يا اختي، صوتك عالي وجعتي وداني. ايه دو 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 دو. بعدين تعالي لي هنا. تحبسي مين يا روحي؟ اسمها تحبسي ابنك. ابنك هو اللي بيتاجر في الحشيش قدام الناس، هو اللي بيبيع الحشيش عنده في المحل. اسمعي، مش اشجان اللي يتلوي دراعها يا رحطان. يا اخي قطعي دراعك، يمين بالله العظيم ثلاثه يا ايمن، يمين بالله، يمين بالله كمان مره. لو ما رميت عليها اليمين دلوقتي حالا لا انت ابني ولا اعرفك، وتاخدها وتطلع بره بيتي. انت فاهم ولا لا؟ ماما اتفضلي استريحي في اوضتك، وبكره نتفاهم ان شاء الله. نتفاهم على ايه ايمن؟ مالك يا حبيبي؟ مالك يا ضنايا؟ قولي يا حبيبي على امك. هي مالك صاحبك كده ليه يا حبيبي؟ عامله لك ايه؟ كلمني يا حبيبي، كلمني. مالك يا ولاد مالك؟ مش ابنك قال لك يا ماما ادخلي الاوضه يا ماما وانا جاي وراكي يا ماما؟ ما تدخلي يا ماما. اشجان لو سمحتي اسكتي انت دلوقتي وانا هتصرف. اتصرف يا حيلتها. بس يا اخويا وانت بتتصرف ما تنساش تفهم امك مين اللي بيصرف على البيت ده، وتحمد ربنا وتبص ايديها وش وظهر ان هي لاقيه الفلوس تتصرف عليها علشان تاكلها لمام. يلا يا ماما، يلا ماما على اوضتك، وبكره نتفاهم. يلا اتفضلي يا حبيبتي. حشيش. سلامة يا ماما. حشيش يا ايمن. حشيش يا بيبي. راجع حالا يا حبيبتي، مش هتاخر. النبي عاد. نفسي بقى اغير المركب، انا نفسي اعمل مركب اسمي كده واكبر في السوق. ماركه ابو الشوشو ولا النونو؟ لا فوفو، عايزاها ماركه دلع كده، دلع. طموح. ها قول اللي كتبت. تجلس البطله شروق على شاطئ البحر تقذف الحصى، بينما تنظر عينيها الى اللاشيء. الايه يا اخويا؟ اللاشيء يعني مش بتبص لحته معينه. طب يا اخويا ما تكتب بقى على طول مش بتبص في حته معينه، ولا انت لازم يعني تتفلسف علينا؟ قصدها تتفلسف يعني. شوف النجمة عاوزة ايه. عينينا يا نجمة، كملي اتفضلي. متشكرة يا مونتي. اكتب يا اخويا. لا تجلس انت، مالك هتكلكعهالي ليه؟ ما تكتب شروق اللي هي البطلة اللي هو انا زوزو قاعدة على البحر بتبص في اللي ولا حاجة. والله ابداع. اكتب يا حبيبي. تجلس البطلة شروق. يا دي الخيبة، قلت قاعدة على البحر. قاعدة البطلة شروق على البحر بتبص للولا حاجة. بقول لك يا منتج، أنا بصراحة يا أخويا القصة دي مش عاجباني، مفيش أكشن يعني، ولا أنت إيه رأيك يا عيد؟ أيوة إحنا عايزين زوزو كده تطير في الجو وتمشي على الحيط، الحاجات دي. يا نجمة إحنا هنطيرك وهنعمل لك كل حاجة يا عزمي، شوف النجمة عاوزة إيه وأعمل لها كل اللي هي عاوزاه. طيران إيه وقتها إيه؟ ده فيلم رومانسي يا جماعة مش أكشن. ما إيه يا أخويا إن فيلم رومانسي مش أكشن؟ إيه المشكلة؟ طب ما يا اخويا المثل بيقول ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. اكشن ده بقى يا اخويا ولا مش اكشن؟ يا مؤلفين يا بتوع التاليف. هكمل انا واستاذ ولا هتجيبوا حد غيري؟ استنى انت يا عزمي، كملي يا نجمه، قولي كل اللي جواكي. انا هقول لك كده واريحك كده وافتح دماغك. شروق اللي هي انا زوزو بطلة الفيلم قاعده يا اخويا على الشط بتبص في اللي ولا حاجه، ماشي؟ يقوم طالع عليها أربعة بلطجية يثبتوها، وكده بقى نبتدي الأكشن. حلو ده. شفت الألماس؟ اكتب بقى خيال أهو. شفت الواد عيد فهمني. أنا هقول الأربعة دول بقى إيه؟ قال إيه يا أخويا؟ جايين يغتصبوها. زي بقى إيه؟ فاكر ليلى حلو لما عملت فيلم المغتصبون؟ اللي هو كان مثله معاه الممثل اللي اسمه حاجة الوزير ده، اسمه إيه؟ حمدي، حمدي الوزير. لما عمل كده. ايوه يا اخويا لما عمل كده، ماشي. بعديها بقى ايه؟ هو لما اغتصبها راحت هي ايه، راحت ل بتاع الملاكمه. يا واد يا عيد بقيت بنسى الاسامي. انا عارفه، الشحات مبروك. لا دي يوسف منصور، دي لعبتي انا. انا مش عارفه يا اخويا هو بقى شحات ولا يوسف منصور ولا اسمه ايه. ده فيلم المغتصبون والتاني فيلم قبضة الهلالي. انا شفت يا اخويا الفيلمين، بس دي مش مشكلتي. احنا هنجيب بقى القبضة مع المغتصبون، لخبطهم كده على بعض ونعمل قصة فيلم حلوة، بس بشرط انا برضو زوزو، يعني لازم تحط لي رقصة. ما هلال العلوي غنت يا اخويا ام بلاو وعملت عليها رقصة،
فلازم كده تطلع لي فيلم حال. اعمل لها يا عزمي حاجة كده فخفخينة كده، أنا عاوزك تروش النجمة، اعمل لها قبضة المغتصبون وظبط كل حاجة يا عزمي. يلا ظبط كل حاجة، هتزود لي أجر النص يا أستاذ. ماشي يا عزمي. اللي تزود له ده ويزود لك ليه؟ إذا كنت يا أخويا خايف الناس تقول إن أنت بتاخد من الأفلام القديمة، خلاص اكتب إن الفيلم فكرة واختراع زوزو والباقي بقى عليك. قول يا نجم. اكتب فكرة زوزو واختراع. واختراع زوزو. واختراع. اكتب نقول من الاول وادي عين. فكرني احسن بنسى. البحر. 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 زوزو البطله اللي هو انا راحت على المصيف قابلت 4 بنات اصحابها، طلعوا على وكاله البلد، لا على زنقه الستات، جابوا حاجات وبعدين ايه قابلوا 4 ولاد كده زي القمر حلوين شباب. او النبي هتطلع قصه حلوه قوي، ركز. انا دايما معايا الولد. يلا ادي الولد واديني الشيك. لعبي دور بقى. طيب اوكي. انا بعديك. ماشي. ولد برضو؟ دايما الولاد معايا. يا توتي على طول كده تكسبي. بصرة. العبي. وانتي العبي. يلا. وانت مش هتلعب ولا ايه؟ طب انا اهو. يلا اخيرا. ولد. ماشي. يلا. يلا ما تقوليش بقى يا توتا انت معاكي الولد تاني. انا هاخد دي. وانا كمان ادي الولد الرابع. لا يا توتا ده كده كتير قوي بقى، انا مش هلعب خلاص. ايه ده؟ انا حمرا مش هلعب وخلاص، في ايه؟ انا كده مش هلعب. طب يلا بقول لكم ايه؟ نلعب ايه تاني؟ انا مش عايزه اروح انام. وانا برضو. ممكن نلعب ايه تاني يا توحه؟ نلعب ايه يا توحه؟ ما تيجي نلعب الازازه. الازازه. ايه رايك؟ نلعب الازازه. يلا. وانا خلصت الازازه بتاعتي. جاهز انت على طول؟ على طول. ماشي. الا اللعبه دي. يلا. يلا. هتقف على مين؟ اسالك انا بقى. قوي. يا ترى يعني انت ليه ما اتجوزتش حب حياتك؟ لا سؤال صايع. السؤال ده سؤالين يا توتا. يعني انت عايزه تقولي لي انت اول مره حبيت امتى؟ السؤال الثاني انت ما اتجوزتهاش ليه؟ صح؟ اوكي. اول مره حبيت ده كانت ايام الجامعه. ما اتجوزتهاش بقى ليه؟ كانت فيري كومبليكيتد وكانت معقده، وبصراحه انا بحب الحريه فعشان كده ما اتجوزتهاش. طب ماشي. يلا الدور على مين؟ اسالك انا بقى. قولي لي يا توتا، انت الحب الاول بالنسبه لك اهم ولا الفلوس؟ على حسب. يعني ممكن راجل يخليني احبه وما اهتمش بالفلوس، وممكن راجل ما احبوش فاهتم بفلوسه. يعني الراجل هو اللي بيحدد. وانت قول لي بقى، ليه كل الرجاله خاينين؟ ايه يا حنين السؤال ده؟ مش فاهم. وانتي قولي لي، ليه كل البنات خاينين؟ عندك حق، كل الرجاله خاينين، وساعات كمان بتكون كل الستات خاينين. يلا يا جماعه كملوا. امضي على ايه يا واد يا عين؟ ده لا كاتب اسم نجم ولا حتى مخرج. مش هاكل معانا الكلام ده. يا نجمه دي كلها شكليات، المهم انك تمضي العقد. وبعدين ده انا جايب لك نجم كبير. انا اسم كاتبه اسمه هنا، اسمه طاهر السحتاوي، نجم كبير قوي. نجم كبير ايه وانت مش عارف اسمه؟ ده عمل ايه ان شاء الله؟ يو ده عمل افلام كبيره قوي مع الاستاذه نبيله عبيد والاستاذه ناديه الجندي. لا انا عايزه بطل كبير ونجم كبير ليه جمهور، ولا ايه يا عين؟ انا لازم اختي تقف قدام نجم، قدام بطل. أنا أقولك،
انا عايزه محمود عبد العزيز. ده عسل. عمل حته مشهد في الشقه من حق الزوجه، فاكر يا واد يا عين لما كان بيغسل؟ زحمه يا دنيا زحمه، بوم بوم زحمه وتاهوا الحبايب، بوم بوم. هو ده بوم بوم. ايه الاستاذ محمود عبد العزيز ما ينفعش لنوعيه الافلام بتاعتنا يا استاذه. طب مين يعيد؟ حسين فهمي. حسين فهمي مسافر يا استاذه والله. وانا يا اخويا لسه كملت كلامي، بقيت اسدد نفسي. طيب عشان احنا بقى بنعمل فيلم اكشن في ضرب وكده، وبنعمل فيه فيلم كده قصه حب حلوه، يبقى مفيش غيره، هو الشاب القمر احمد السقا. ايوه بس احمد السقا بيصور دلوقتي واحنا عاوزين نخلص من الفيلم. اجيب لك احمد الشاويش؟ لا يا اخويا، ايه الاسم الغريب ده؟ خلاص خلينا في اللي انت كاتبه. يبقى طاهر السحتاوي. المخرج بقى اختاريه انت بمزاجك. طيب ماشي. واد عيد، واد عيد ده بيفهم قوي، كل يوم بيتفرج على نادي السينما، عارف افلام اجنبي. قول له يا واد، قول له على اسامي مخرج. احنا ممكن نجيب فاندام. يا حبيبي فاندام ده ممثل. بقول لك ايه يا نجمه، انا هجيب لك مخرج على مزاج انا. ماشي انت حر، وانت المنتج، لو الفيلم يا اخويا وقع هتقع معاه. لا ولا تقلقي، المخرج اللي هجيبه لك ده منجم اصلا نبيل عبيد وناديه الجندي. ايوه كده، يعني بيعرف يتعامل مع نجمات. ايوه ماشي تمام. ودي عيد شوف الاجر كام، ما توريه. مش هينفع، انا لازم اظبط الدنيا. لا يا اخويا انا مش هاخد الاجر ده، وهاخد نسبه من الايراد. نسبه ايه؟ الله، انا بفهم كويس يا اخويا، انت هتسيء عليا. ده انا عارفه كويس ان احنا بناخد نسبه من الايراد، كنت شغاله مسرح وباخد النسبه. يا نجمه النسبه دي هناك في المسرح، انما السينما عندنا مفيش نسبه والله. استنى اما استشير عيد. قول يا وادي عيد ايه رايك؟ خلاص بس لازم نشبرق. زود لي بقى اجر العيد. عيد مين؟ عيد اخويا، بيشتغل بودي جارد بتاعي وبيشتغل مدير اعمالي، يعني هياخد اجرين. اجرين؟ سمعت ولا مركب القديمة؟ سمعت يا سيدي. عيد اللي طلع لنا في البخت ده كمان. زوزو في المصيف. اتفضلي يا ست الكل. عيد عنده توكيل بيمضي عني، وكيلي. امضي يا عيد. ما تنساش بقى الدعاية وتحطي لي صورة كبيرة. عينيا. مبروك يا واد يا عيد. مبروك يا وز. مبروك يا منتج. الله يبارك فيك يا نجمة. والنبي لو كنت بعرف أزغرط كنت زغرطت، أجيب لكم الشربات. يلا. ممكن أفهم بقى مالك وقلب وشك ليه كده؟ نعم. نعم إيه؟ إحنا قاعدين بنضحك وبنهزر، مرة واحدة رحتي قفشتي وأخدت جنب، في إيه؟ يا سلام، يعني مش فاهم؟ هو أنا لو فاهم يعني حاجة أسألك السؤال ده؟ ليه ما حكتليش على موضوع الجامعة؟ موضوع إيه؟ جامعة؟ إيه موضوع الجامعة؟ الحب القديم وما تصعش. حب إيه وواصيع إيه؟ أنت أكيد اتجننتي، في إيه يا بنتي؟ ده موضوع وراح لحاله أصلاً. ما دام موضوع وراح لحاله، ما حكيتهوليش ليه؟ ما جاتش مناسبة يا ستي. بس جت المناسبة بس لما الست هانم اتدلعت عليك وقالت لك تحكيهولي، فحكيت. هانم ايه وبتاع؟ انت اكيد حصل لك حاجه، اكيد بجد اتجننتي. اتجننت لما وثقت في واحد زيك. يا بنتي وحياتك، عندي اصلا الموضوع ده ملوش اي وجود، بقول لك من ايام الجامعه. متخيله يعني ايه من الجامعه؟ ايام الجامعه، وافتكرته لما اتكلمت مع الهانم وقعدت تهزر. طب ممكن بقى تبطلي هبل بقى وبطلي شغل العيال ده خلاص؟ هبل شغل عيال؟ انا بعمل هبل وشغل عيال صح؟ I'm sorry. خلاص ممكن اكون ما خدتش بالي فعلا وانا بهزر وكان هزاري زياده وانت قاعده. I'm sorry. I'm really sorry. خلاص بقى بتزعليش بليز. لو سمحت ما تمسكنيش بقى وروح يلا كمل هزارك مع الهانم بتاعتك. مش معنى الهانم يعني اللي انا بهزر معاها، ما احنا كلنا قاعدين وبنضحك وبنهزر. لا ما كنتوش قاعدين بتهزروا كلكم، كنت انت قاعد انت وهي بس بتهزروا مع بعض. برضه مصممة ها؟ مصممة. يعني هتفضلي قفشة كده؟ هفضل قفشة كده، ولو سمحت مالكش دعوة بيها، يلا شوف بقى انت رايح فين. اوكي. بس افتكري بقى طريقتك، انا اي دونت لايك الطريقه بتاعتك دي خالص بجد. خلاص مي تو، اي دونت لايك ات. يلا لو سمحت سيبني في حالي. جود باي. الاخت بيان قالت لي انك عايزه تخشي معانا شريك باذن الله،
في شركة السياحة الدينية للحج والعمرة. يا ريت. طبعاً طبعاً، وحد يقدر يقول للخير لا، وثوابك على ثوابنا هيبقى أجر عظيم عند الله بإذن الله تعالى. بإذن الله. أنا بس عايز أعرف الأوراق المطلوبة مني والمبلغ يعني هيكون في حدود قد إيه. بص يا أخت خلود، أنا مش هكذب عليك، إحنا ولله الحمد ماشيين كويس قوي ومش محتاجين شراكة مع حد، لأنك طبعاً حضرتك عارفة الشراكة وجع دماغ. بس بعد الكلام اللي قالته الأخت، قالت عنك كلام كبير قوي وحلو قوي وقد إيه حبك للخير، وده خلاني نحتسبك ست فاضلة. الله يخليك يا حاج. شوي بقى هنحسبها إزاي. أنت النهاردة لو جيتي وحبيتي تفتحي شركة سياحة، على الأقل لازم يكون معاكي 1,000,000 جنيه، ده شرط عشان خاطر تاخدي التصريح. 1,000,000 جنيه؟ أي نعم. وبما إنك هتخشي معايا شريك بالنص، فنصيبك هيكون 500,000 جنيه. ده كتير قوي. مش كتير قوي على رضا ربنا عليكي، دي بالدنيا كلها. ونعمة بالله، بس هي ليها حسابات تانية برضو، وانا لازم اعرف هيطلع لي قد ايه من ورا المبلغ ده. المبلغ مش قليل برضو. العلم عند الله يا اخت خلود، المهم البركة في الرزق مش في كسرته. مدام زوزو، ايه اخر اخبارك الفنية بعد الاعلان اللي كسر الدنيا؟ انا اخر اخباري الفنية ان انا داخلة فيلم سينما مع الأستاذ حمودة، المنتج العظيم حمودة الهلب اللي عمل أفلام كتيرة جدا ناجحة لنجوم كبار جدا، وإن شاء الله هنصور آخر الشهر. إن شاء الله آخر الشهر. يا ست الكل، إحنا هنخش على طول التصوير عشان نلحق الموسم. معقولة؟ وفي سبق صحفي كمان، الأستاذة هي يعني هي اللي مألفة، يعني مشاركة في تأليف الفيلم. ده بقى موضوع مهم قوي لازم تكتبوه. أنا الفيلم فكرتي واختراعي. طيب، ويا ترى بطولة مشتركة ولا هتطلعي كضيفة شرف، وايه دورك في الفيلم يا فندم؟ ازاي يعني ضيفة شرف ولا بطولة مشتركة؟ مش فاهمة يعني. انا بقول لك هو فكرتي واختراعي. احنا رشحنا انا واستاذ حمودة النجم الجميل جميل جميل واداؤه حلو جدا وبيمثل حلو وعنده جمهور على فكرة. الاستاذ طاهر السحتاوي هيمثل معايا الفيلم، انا بطله الفيلم، وهو مش هحرق لكم بقى، مش هقدر اقول لكم اكتر من كده. بص، بيحاولوا ياخدوا معلومات مني. يعني المضمون هي الكل في الكل في الفيلم، يعني ست الكل، هي نجمه كل حاجه. طيب، واخترتي ليه الفيلم ده بالذات من ضمن كل العروض اللي اتعرضت على حضرتك؟ انا ما بختارش، وبعدين انتوا فاهمين هو الدور بينادي على صاحبه. انا كنت قاعده في البيت عادي والدور ناداني. هو الفيلم جماهيري ولا مهرجانات حضرتك؟ بص بقى، هو اكيد اكيد الفيلم جماهير. انا ليا جمهور في كل حته، موجود في مصر وفي بره مصر. على فكره انا بيجي لي عروض بره مصر كتير جدا، طبعا فيما يخص شغلي الاستعراضي، يعني بيجي لي عروض في دول اجنبيه، في فرنسا، فعندي جمهور بره مصر وعندي جمهور في افريقيا وفي كل المحافظات على فكره ليا جمهور. فطبعا ده جماهير. فيلم زوزو عملته اكيد الناس هتيجي تتفرج. يعني ان شاء الله هندخل بيه مهرجانات وهيكسر الدنيا في المهرجانات يعني، بس بعد ما تدخلوا السيما ويلم كل الايرادات وحق. احنا سمعنا انك هتنزلي شريط جديد، الكلام ده صحيح؟ مش ممكن يعني حموده كل حاجه. ده انا لسه امبارح كنت بتكلم في الموضوع ده. بص، انا ما كنتش عايزه اتكلم في حاجه لسه ما ابتديتش فيها، بس انا عايزه اقول لكم ان في كتير قوي من اللي هم بينتجوا الكاسيت كلموني، علشان هم سمعوا من اصحابي طبعا ان صوتي حلو، بخلاف ان في ناس بتيجي تحضر استعراضاتي وانا ساعات كده بدندن كده وانا برقص، فعجبهم صوتي قوي. طيب، مفيش اخبار عاطفيه جايه في السكه؟ لا طبعا، في اخبار عاطفيه كتير جايه في السكه، بس السكه زحمه. انا هقول، بص، انا ما بحبش اتكلم في اخباري الشخصيه، بس طبعا زي ما انت عارف يعني انا عندي معجبين كتير جوه مصر وبره مصر وفي دول كتير قوي، ويعني كلهم طبعا اكيد نفسهم يعني يرتبطوا بزوزو. وخلي بالك من زوزو، واستنى عليا بقى لغايه ما اجيب الخبر ده واكده لك وهقول لك اخترت مين. حلو كده؟ حلو قوي يا اخوانا، ما تخلوش القعده عائليه، يعني احنا بنتكلم في الفيلم. بعدين يعني يا ست الكل هتقول لكم حاجه دلوقتي يعني بمناسبه الفيلم، وهتقول حاجه لجمهورك. انا بقول لجمهوري انا بحبكم قوي قوي قوي، ولازم تدخلوا الفيلم تفرجوا عليه، لان الفيلم بيعرض كل مشاكل الكبار والصغيرين والاطفال كل حاجه. بس يهمني بقى بالنسبه بقى لاصحابنا الحلوين اللي هم بيدرسوا دلوقتي ثانويه عامه، انتوا عارفين لازم يذاكروا كويس ويحققوا نجاح ويدخلوا كليات حلوه،
فما يتفرجوش على الفيلم بقى ويشغلوش نفسهم بأعمالي غير لما يخلصوا دراستهم وينجحوا. استاذه أي. ممكن اتصل مع حضرتك عشان ماما بتحبك قوي؟ ماما يا حبيبي ماما ربنا يخليها لك ست الحبايب. تعال تعال. الامهات بيموتوا فيك. شفت حتى الاطفال. قمر يا ناس قمر. لا استنى. هو لسه مخلصين دلوقتي حالا. طيب ووصلتوا لايه؟ الشيخ قال لها نص مليون جنيه عشان تشاركيني وعك الدنيا خالص. نص مليون؟ وهي قالت ايه؟ طبعا هي اتفاجئت وقالت له ده كتير قوي بس هو مصمم. طيب المهم اتفقتوا ولا لسه؟ ما وصلناش لحاجه. حتى لما قالت له يعني انا هدفع نص مليون جنيه هكسب كام بقى؟ راح قال لها كفايه رضا ربنا عليكي والرزق ده بتاع ربنا وحاجات كده ومعرفش انت هتكسبي كام. انا عارف ان هو حويت شويه وما بيقولش سره لحد. ايوه فعلا بس كده الموضوع هيطير من ايدينا وبعدين انا حسيت انها قفلت منه قوي. لا ما تقلقيش انا هقعد معاها واظبط حاجه تانية. المهم هي فين دلوقتي؟ خدت عربيتها ومشيت. طيب تعالي على المكتب وانا هقول لك هنعمل ايه. مش هتقولي بقى عملك؟ مفيش. حنين متضايقه وقفشه ومش عارف ليه. فاكره اليوم اللي انا كنت بحكي لك فيه على البنت بتاعه الجامعه دي؟ من ساعتها وهي تصرفاتها غريبه جدا معايا. يا لهوي هي ما كانتش تعرف القصه دي؟ لا ما جاتش مناسبه احكي لها خالص. عشان كده بقى ما رضيتش تنزل معانا النهارده الصبح. بالظبط كده. بس ملهاش حق يعني انها تزعل، قصه قديمه وخلاص وعدت، وانت لو كان في نيتك حاجه وحشه ولا كنت عايز تخبي ما كنتش حكيته واحنا بنلعب. بالظبط ده كلام الناس العاقله، انا بقول كده برضو بس هتفهمي مين؟ قاعد احكي لها كده ولا هي هنا؟ ولا يهمك، هي تلاقيها بتغير عليك شويه. وين بيني وبينك يعني؟ ما هو اللي تعرفك لازم تغير عليه وتحط عينيها كمان في وسط راسها. ما هو يعني انت برضو حلو قوي واد قمر ومشهور وانا شفت بنفسي البنات كلها بتحبك وبتجري وراك. انت عارفه الفكره مش كده توتي خالص، الفكره ان انا عايش معاها وهي عارفاني كويس وبالرغم كل ده برضو منشفه دماغها. خلاص يا عم طنشها بقى شويه وهي ساعتها هتحس بقيمتك وترجع لك زحف. ايوه بس حنين مش كده، حنين انا عارفها عنيده جدا. وحياتك كل الستات كده، بس الرجاله الطيبه الحنينه اللي زيك هي اللي بتخلي الستات تعني. قصدك ايه يعني؟ قصدي يعني ان انت تطنشها بقى شويه وتديها السكه كده وهي تقعد تعيد حساباتها ولما تلاقي ان انت هتطير منها تتعدل وترجع لك تاني. تفتكري؟ طبعا افتكر وزياده. سيب بس الموضوع ده عليا وانا هسويها لك على نار هاديه. بقولك ايه؟ هو انت عملت ايه في موضوع الرعاه ده؟ مفيش، ظبطت كل حاجه بس لو اي حد من دول خلف معايا كل حاجه هتبوظ للاسف. وتبوظ ليه بقى ان شاء الله؟ هو انت مش قايل لي ان القصه دي كلها حلها في الفلوس؟ بالظبط. خلاص الفلوس عندي ولا يهمك، انا اللي هموت. ايه ده بجد؟ طبعا بجد وبجدين كمان، بس عندي شرط واحد. شرط واحد؟ انت تأمري طبعا. عايزك تخليني كده موديل ومشهوره زي البنات اللي انت بتعرفهم. بس كده؟ انا هخليكي اشهر موديل في مصر، على فكره انت مش ناقصك ولا اي حاجه. بجد؟ طبعا. على حلاوتك وعلى طعمتك. ادخلي. بابا خليكي زي ما انتي. ازيك؟ الحمد لله. الا صحيح اخبار الاجنبي ايه؟ ها مش عارف. على فكرة برغم ان اسمه محمود الاجنبي بس الواد ده مصري وابن بلد وجدع، ولا ايه رأيك؟ اللي تشوفه حضرتك يا بابا. اللي شايفه حضرتي ان الواد ده زهقني رايح جاي عليا بينطلي كل شوية زي القرد، فقلت احسن حاجة عشان اخلص منه وميزان بتاعه اوافق على طلب على الخطوبة يعني. خليه يهدى شوية، ده راوشني. إيه اللي تشوفه حضرتك يا بابا يعني. مش محتاجة توصلني عليها دلوقتي. هاني في عينيا. خلاص. ربنا يرحمها يا حبيبي.
هي اكيد دلوقتي في الجنة. انا عارفة ان انا مهما قلت لك مش هعوضك عن حنيتها، بس احنا دلوقتي لازم ندهلها. متخافش، انا هفضل جنبك مهما حصل. يا حبيبي انت كنت كل حياتها، كانت دايما بتدعيلك الله يرحمها. شد حيلك يا صاحبي، المرحومة كانت غالية عندي قوي، في معزة ماما بالظبط. هاني حبيبي لو احتجت أي حاجة أنا تحت أمرك، أنا بدل ماما. ماما امسكي نفسك شوية، هاني مش حامل اللي أنت بتعمليه ده، اهدي شوية. ما تقلقوش على هاني، هاني قوي وعارف إن ده ابتلاء من ربنا. هاني طول عمره ابن بار، هي كانت طول عمرها بتدعي له الله يرحمها. ربنا يخليكوا ليا، انتوا كل اهلي دلوقتي. نقول مبروك يا مدام زوزو. هو ايه يا اخويا ده؟ مبروك على ايه؟ لا طبعا انا لازم افهم راسي من رجل، انا دلوقتي اسم كبير في البلد ولازم اعمل اعلان على قد قيمتي. بقول لك ايه، انا هحكي لك فكره الاعلان جامده قوي. احكي يا اخويا. بصي بقى، مدام زوزو هتطلع في اول الاعلان بترقص رقصه كده من رقصاتها الجميله اللي بتبهر بيها الجمهور. في الباك جراوند طبعا هنسمع الفنان عبد الفتاح القصري وهو بيقول يا صفايح الزبده السايحه يا براميل القشطة النايحة، وطبعا ده مقصود بيه رقصة مدام زوزو اللي متع بيها جمهورها. وفجأة هتختفي مدام زوزو وهنحط علبة السمنة. طبعا يا فنانة ده المنتج، المنتج يا فنانة، ومش هنستغنى عن صوتك، صوتك هيقول على العلبة هي دي السمنة السايحة. لا استنى كده كده، انت قلت من شوية وتختفي مدام زوزو؟ لا يا حبيبي، مدام زوزو ما بتختفيش، هتختم الإعلان على وشي. أنا مشهورة أكتر من علبة السمنة بتاعتك. وبعدين يا أخويا صوت الأستاذ عبد الفتاح القصري أنا بحبه وبموت فيه. أجله يا أخويا الإعلان تاني من إعلاناتك، أبقى أشوف لك إعلان تاني ركبه عليه. الله يرحمه أنا بحبه. الله يرحمه. دي فكرة تحفة يا مدام زوزو، نعمل يا ابني اللي النجم عايزاه. موافق؟ نظبط على كده؟ نظبط على كده، بس حضرتك تشرفينا وتمضي العقد. ماشي أمضي العقد. هو الاستاذ عمر الشريف بيصور حاجه اليومين دول؟ والله مش عارف يا فندم. طب انا عندي فكره حلوه قوي. فاكرين فيلم صراع في النيل لما كان فيه هند رستم ورشدي اباظه وعمر الشريف والخناقه اللي حصلت على المركب؟ اصل انا فنانه شاب بعمل اكشن يا اخويا وبرقص على المسرح وبعمل مسرحيات، لما اجي اعمل اعلان لازم احط كل مواهبي فيه. فانا بفكر ايه بقى، نجيب عمر الشريف ونعمل كده بحاجه اكشن في اول الاعلان، ايه رايك بقى؟ مش عارف يا نجم والله، بس الاستاذ عمر الشريف بيعمل افلام عالميه. وايه المشكله، افلام عالميه ولا علامتين؟ انت بس كلمه في التليفون وقول له الاستاذه زوزو، هو عارفني ده جه كذا مره واتفرج عليها ومعجب بيا قوي، قول له بس زوزو وهو هيوافق. حاضر يا فنانه، نكلم الفنان عمر الشريف، بس حضرتك اتشرفي وامضي العقد دلوقتي. ماشي حاضر امضي. لما عمر الشريف يمضي الاول. جاهز يا مولانا؟ صبرك شوية يا باشمهندس، شايفني بقول فتوى لأختنا؟ أنا مش أختك يا حسن، كلنا أخوة في الإسلام. ولا بتديني فتاوى؟ ما أنت لازم تعرفي إن المكان ده مكان شغل. ما هو مكان شغل، ليه بقى بنتقابل هنا وما بنتقابلش بره؟ أنا قلت لك قبل كده أنا شيخ وما ينفعش إن أنا أظهر في أماكن عامة. وبعدين سيبك من الموضوع ده دلوقتي، أنت ما دخلتيش موضوع رحلات الحج والعمرة ليه؟ ما ارتحتش. أنت لو خايفة فالموضوع ده ما بيخسرش، وبعدين هذه تجارة معلقة لا تبور. لا يا حسن، أنا عايزة حاجة كده مش هدخل فيها بس بفلوسي، عايزة أدخل بروحي وقلبي، تبقى كلها كده حاجة بتخصك يعني. بارك الله فيكي، ربنا وحده يعرف اللي ما في القلب. طيب أنا هقول لك على حاجة تجمعنا على خير. قول قولوا النبي. إيه رأيك تنتجي لي برامج في التلفزيون؟ مش فاهم. أنا هقول لك، شفت الشيخ الشعراوي
شفت الناس بتابع برنامجه بتحبه ازاي؟ طب ونعملها ازاي دي؟ دي سيبيها علي انا. بعدين في قنوات كتير فاتحه البتاع اللي اسمه الدش ده. البت وزه جابته لنا عشان بتقول ان اعلاناتها ما بتجيش في التلفزيون العادي. ما انا بصراحه صحابك دول وزه ودوحه انا مش مرتاح لهم. ليه؟ دول اخوات. ما علينا، بس الموضوع ده هيكلفك مبلغ، ما تقلقيش هنكسب، لان ده هنتاجر بيه معانا. سيبني افكر. خدي راحتك، وده ممكن تعتبريه صدقه جاريه يا اختي. جاهز يا شيخ؟ جاهز يا باشمهندس.